السلام عليكم اخوتي طلبه، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نفيرفي واحد ليكواسيون بانها ديفيرونسيال توتال اكزاكت. شنو كنقصدوا بديفيرونسيال توتال اكزاكت؟ خصنا نحققوا واحد الشرط، مثلا هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. عندنا هنا جوج دو ايكواسيون، خصنا نوضحوا بان هنا كيف السؤال ديالك فيريفي سي سي ايكواسيون سون دي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. عندنا هاد ليكواسيون الاولى، كيفاش غنمونطرو بان ايكواسيون ديفيرونسيال توتال؟ بوغ مونطري كو سيت ايكواسيون هي ديفيرونسيال توتال، il faut que خصنا نحققو هاد الشرط. هو الشرط شنو كيقول لينا؟ كيقول لك الديريفي ديال اف جوج ديال المرات، الديريفي الاولى كتشق اكس وكتخلي اي كونستون، وهداك الشيء اللي خرج لك كتشق عاوتاني مره ثانيه، داك الشيء اللي خرج لك كتشق بالنسبه لاي وكتخلي اكس كونستون، وكذلك العكس صحيح. ياك الى عطاوك هادو بانهم سوا كتقول ديفيرونسيال توتال اكزاكت. وهاد دي دو اف اللي عطاونينا اشنو كتعني؟ راه بحال دابا انه واحد على ايكغيك دي دو اكس، راه كتعني بانهم مشقوها بالنسبه لاكس وخلاو ايكغيك كونستون. وهنا دي دو ايكغيك كيعني بانها راه شقوها بالنسبه لايكغيك. غنجيو دابا نحسبو هادي ونحسبو هادي. هنايا عندك دي دو اكس زعما كاين غادي تشق لي اكس وتخلي اي كونستون، هادي اول حاجه الشقاق الاول. حنايا في هاد ليكواسيون راه عطاونا بانهم شاقوا بالنسبه لاكس وخلاو اي كونستون، راه هي واحد على اي، هادي بالنسبه لاكس الشقاق ديال اكس وخلاو اي كونستون. نجيو هنايا دي دو اي، غنشدو هاد واحد على اي، غادي نشقوا غير لي اي وخليو اكس كونستون. هاد واحد على إيكغيك إذا درتي لها الشقاق ديالها هي واحد مشتقة فوا إيكغيك موان واحد فوا إيكغيك مشتقة سيغ إيكغيك أو كاغي. حنا هنا غنشقو غير لإيكغيك، هنا هي واحد كونستونت لي معروف الديريف ديالو زيرو، إذا هادشي غيبقى غيمشي لزيرو، و إيكغيك مشتقة هي واحد، إذا غتبقى لك ناقص واحد على إيكغيك أو كاغي. هي هادي. غنجيو دابايا نجيو لهادي، هنايا زعما كاين الشقاق الثاني وهنا تحت دي دو ايكغيك، زعما كاين غادي ناخذو لي تشقات بالنسبه لايكغيك خلو اكس كونستون. كيف كتشوفوا في هاد ليكواسيون دي دو ايكغيك هما راه شقوها بالنسبه لايكغيك خلو اكس كونستون، عطاونا الشقاق بالنسبه لدي دو ايكغيك. دابا غنشد هادي وغادي نشقوها بالنسبه لاش دي دو اكس. نفس قاعدة الطبق هي إكس مشتقة فوا إيكغيك كاري موا إكس فوا إيكغيك أو كاري مشتقة على إيكغيك أس أربعة. كنا كنشقو غير لي إكس، بمعنى أن عندنا إكس الشقاق ديال إكس هو واحد، أش بقالك إيكغيك أو كاري ياك، و الشقاق ديال إيكغيك راه زيرو هنايا، أش مشي زيرو أش بقالك إيكغيك أو كاري سيغ إيكغيك أس أربعة. هادشي اللي عندنا، غتختزل هنايا واحد إيكغيك سيتنا واحد لتحت مع إيكغيك وسيتنا، غتبقى ناقص واحد على إيكغيك وسيتنا. كيف كتلاحظوا معايا بأن هادي كتساوي هادي، كنقولوا بأن ديفيرونسيال توتال إكزاكت. هادي بالنسبة ليكواسيون الأولى. نجيو دابايا ليكواسيون الثانية، بينو بأنها ديفيرونسيال توتال إكزاكت. هادي هي ليكواسيون اللي عندنا. باش نوضحو بأن ديفيرونسيال توتال إكزاكت خاصنا نحققو هاد الشرط، هادي كتساوي هادي. نجيو نجيو نكالكيليو هادي كالكيليو هادي. هنايا هاد ليكواسيون هادو راه قلت لكم فما كيعطيكم دي دو اكس و دي دو ايكغيك، راه كتعني بانهم راه شقوها بالنسبه لدي دو اكس ياك. اذا انت غادي تاخد هاد دي دو اكس هادي اللي شقوها غادي تعاود تشقيها بالنسبه لدي دو ايكغيك. هنا مشتقه ديال واحد زيرو، وغادي تشق هادي دير لها نفسها الطريقه، هي ناقص إيكغيك مشتقة في إكس أو كاري ناقص مع ناقص ولي زائد إيكغيك فوا إكس كاري مشتقة على إكس أس نجوج إس إتنان إكس أس أربعة. هاتي تعطيك هي ناقص إكس أس إتنان على إكس أس أربعة، غيمشي واحد إكس كاري مع واحد إكس كاري لتحت، غتبقى لك ناقص واحد إكس أو كاري. نجيو هنايا عندك دي دو إيكغيك، هاي دي دو إكغيك هما راه شقوها، دونك انت غادي تشتغل بالنسبة لإكس. هاد واحد على إكس غادي تشقى، هي واحد مشتقة فوا إكس موان
واحد فوا اكس مشتق على اكس او كاري. هذه الشقه تعطيك ناقص واحد على اكس او كاري. كيف تلاحظوا معي هذه كتساوي هذه، كنقولوا بان ديفيرونسيال توتال اكزاكت. يكفي انك تعرف غير القاعده ديال الشقاق، وهادو وضحناهم في فيديو سابق، هذا راه فيديو ثاني كيف كتلاحظوا معايا. خدمنا هاد ديفيرونسيال توتال اكزاكت فيديو سابق، غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو.